شغال كده يا اسلام، في موقف تعرضت له خلاك تجز وتعند وتقول انا لازم ابقى حاجه كبيره جدا؟ كنت شايف نفسي ابقى حاجه في الكوره يعني. انت اصلا كنت لا انا بقولك موقف وانت شغال اتعرضت ليه خلاك يعني تقول انا انا بص انا الحمد لله في حياتي ما تعرضتش لموقف مهين، حد هني، حد موقف وحش، لا ما حدش كده، عشان كان الناس كلها بتحبني انا الحمد لله. قبل صحيح قبل الكوره انا اصحابي كلهم، منطقتي كلها، انا ابويا كمان يعني الحمد لله لي اسمه في منطقتنا وكده، الناس بيحبوني جدا. انا ابويا ممكن يكون معروف عني اكتر مني في شبرا، دي حقيقه. الحمد لله الناس بيحبوني جدا. قول ده بتاع ربنا والحب بتاع ربنا. الحمد لله دي بتاعت ربنا، بروح اي حته الحمد لله الناس بتحبني، عشان انا دي طبيعتي، ما بزودش ولا بقلل، دي طبيعتي. هي هم اصحابي اللي موجودين معايا وعشره عمري، ما اقدرش اسيبهم، مفيش تغيير. حتى لو انا بقيت بلعب في ريال مدريد، هي دي حياتها، مش هتتغير. عشان كده الحمد لله الناس بتحبني. وغير كده ما حصليش زي ما انت بتقول مع المواقف، لا انا ما حصليش مواقف خالص.